تمت الحمد لله يعني اللي استجبوا لنا المسؤولين ديال هذه المدينه اللي قهروا حياتنا ودمرونا وتنفكروا هم راحوا من هذه المدينه حنايا علاش باغي كاع نعيشوا في هذه المدينه كرهنا هذه المدينه هذه المدينه حنا كرهناها بقيناش باغينها كاع والله عز وجل استجبوا لنا ما بقيناش باغيين نعيشوا في سيدي سليمان القهر الجوع الفقصه الوسخ الخنز البول كلشي في هذه المدينه هذه بهذا الصيغه نقولها لكم سيدي سليمان خان شنو هو المشكل اللي خلاك تخرج؟ المشكل شنو المشكل؟ هذه على هذه جاتنا هذه هذه جاتنا هذه كلشي تجمع عليكم كلشي تجمع علينا والسلام عليكم تعطي الاشرف 10 100 ريال اخويا فين غنمشيو فين؟ نموتوا حتى انا عندي وليدات وانا بنتي دابا قالت لك اعطيني فريمي جا اعطيني هذه اعطيني هذه منين غنجيب انا هذا الشيء هذا؟ منين؟ ما عنديش غال بالله ما نكذبوش على راسنا راه والو ما كاين حتى شي حاجه كل لقينا شي حاجه فاش نخدموا والله سيدي سنحط هذا الموطور بالله ما عندي ما ندير به مناقص واني لا اله الا الله حتى حنا عندنا غير على هذه البلاد هذه وبغينا نخدموا نخدموا بقانون نخدموا بنظام وحنا معاهم ولا اني راه غالب الله صاحبي والو انا عنضرب تماره كل مريض لا لقيتي البديل انا كيفاش كنت تلعب دابا عاد لا لقيتي البديل لقيت البديل انا والله ودي يا خويا ما عندي ما ندير بهاد الخدمه هادي تقهرت وانا عاد 300 ريال في النهار جاتني قاعد بزاف شيت مخلص بزاف عليا وعايش عا بوحدي وكاري كي غندير ما عندي كي غندير اللي عنده النقص وهاد الناس هادو شنو واش يضحكوا علينا 30 شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.